التيارات جنوبية غربية تهب على مناطق الجنوب الغربي لغاية شمال المناطق الشمالية، ستكون محملة بنسبة رطوبة عالية وكذلك تصاعد للهواء الحار نحو المناطق الشمالية. إذن بالنسبة ليوم الغد سحب سفلى تبقى تجتاح تقريبا كل المناطق الشمالية، احتمال لبعض الأمطار الضعيفة والمحلية خلال الصبيحة نحو السواحل الوسطى والشرقية. الأمطار الرعدية ستكون أكثر خلال الظهيرة نحو المناطق الداخلية. أمطار رعدية أيضا تبقى تشمل مناطق الصورة شمال الصحراء والصحراء الوسطى، بينما أجواء مشمسة بالجنوب الشرقي لغاية أقصى الجنوب مع تطاير محلي للرمال بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم ستقارب 18 إلى 21 درجة بسواحل، لن تتعدى 12 درجة بكل من الصعيد البيض والجلفة، ترتفع بشمال الصحراء لتقارب 22 درجة، لن تتعدى 17 بالجنوب الغربي ومرتفعات الهجار والتاسيلي، أعلى مقياس سيسجل بعين صالح ب 27 درجة. أما خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى ستعرف ارتفاع تتراوح ما بين 25 إلى 26 درجة على كل السواحل، تنخفض بالبيض لتقارب 19 درجة فقط، 25 درجة منتظرة بكل من تيزي وزو وتيليمسان، 24 درجة بقسنطينة جنوبا، 28 درجة ببشار، 30 درجة بتندوف بابن عباس بغردايه، كذلك ببسكرة ورقلة حسي مسعود، 36 درجة بإليزي، 32 درجة بتمن راس و 39 درجة كعلى مقياس ستكون بالصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب على كل سواحل الوسطى والشرقية، بينما يكون مضطرب محليا بسواحل الغربية، رياح ضعيفة بسواحل الوسطى متغيرة الاتجاهات شمالية شرقية نحو سواحل الغربية، وتكون ضمن تيارات غربية شمالية غربية نحو سواحل الشرقية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله، عطلة نهاية الأسبوع ستتميز باستقرار في الوضعية الجوية نحو المناطق الشمالية، نسبة رطوبة عالية خلال الصباح الباكر، بعض الأمطار المحلية والضعيفة نحو السواحل والمرتفعات الشرقية تزول خلال الظهيرة بحول الله، تبقى ضمن تيارات جنوبية غربية تتشكل بعض الخلايا الرعدية التي ستكون نشيطة، تكون مرفوقة بأمطار نحو مناطق الجنوب الغربي خاصة بابن عباس وبشار، تبقى أجواء مشمسة بالجنوب الشرقي وأقصى الجنوب. درجات الحرارة تبقى أهم عنصر يميز حالة الطقس، حيث سترتفع إلى غاية 30 درجة بسواحل الوسطى والغربية. يوم السبت بإذن الله سترتفع أكثر الحرارة نحو دائما السواحل الوسطى والغربية، دائما السحب السفلى تبقى حاضرة على كل المناطق الشمالية، ضباب نحو السواحل والمرتفعات الشرقية، هبوب رياح قوية نسبيا ستميز المرتفعات الغربية. الأجواء ستتحسن تدريجيا نحو منطقة بشار، بينما تبقى الأمطار الرعدية تخص منطقة تيندوف. يوم الأحد بإذن الله السحب السفلى تبقى دائما حاضرة، هبوب رياح قوية نسبيا دائما نحو المرتفعات الغربية، احتمال لأمطار خفيفة ومحلية خلال الظهيرة. الحرارة ستبقى مرتفعة وسترتفع أكثر نحو السواحل الوسطى والغربية لتقارب 36 درجة محليا، ما بين 24 إلى 29 درجة بالمناطق الداخلية، بعد السحب العابرة نحو كل الجنوب الغربي لغاية الصحراء الوسطى. نشاط بعض الزوابع الرملية المحلية سيميز المناطق الجنوبية.